أربعة ركاب شرق أوسطيين يطردون من على متن طائرة بسبب سلوك مثير للشبهة. يطالب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية شركة سبيرت للنقل الجوي بتقديم اعتذار عن طريقتهم الفجة في التعامل مع ما أسموه سلوكا مثيرا للشبهات، حيث ظنت إحدى الراكبات أنها ضبطت رجلا يشاهد فيديوهات داعشية بينما كانت الطائرة ما تزال على المدرج. فرفعت تقريرا بشأن سلوك مثير للاشتباه للمضيفة، فعادت الطائرة إلى بوابة الصعود ليتضح لاحقا أن سلوك المثير للشبهات لم يكن سوى رجل من الشرق الأوسط يشاهد تقريرا إخباريا عن أحداث باريس الإرهابية. قامت الشرطة بمرافقة الرجل إلى خارج الطائرة بصحبة عائلة من 3 أشخاص عرب كانوا على متن الطائرة أيضا. تم اعتقال الـ4 أشخاص من ثم أفرج عنهم. فمن برأيكم المخطئ، الراكب المضيفة، الشرطة أم لا أحد؟